بما جاء في الأحاديث من أن الشيء يكون المؤذن يهوري الصوت نديج الصوت، وأما ما من حجر أو مدن يسمع صوت المؤذن إلا وشهد موضع مكانه. أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر، لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط. فإذا افترضنا أن المسجد كبير ومنزحل للمصلين وكان صوت المخيم خافتا، فلا مانع من استعمال مكبر الصوت والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد.